دعاء سمير، تلك هو الاسم المتردد على جميع مواقع البحث التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وبصفة أخرى حسناء الشرقية. تبدأ هذه القصة من قرية منيا القمح بالشرقية لفتاة تدعى دعاء من أسرة سرية، تزوجت أيضا من سري وكانت دعاء فائقة الجمال وفارعة الطول. زوجها أهليها من ذلك السري حتى تعيش نفس المستوى التي كانت تعيش فيه، فكان هذا السري يحبها بجنون لشدة جمالها، فكانت تبلغ من الطول 190 سنتيمتر، وكان عودها مثالي جدا وعينيها واسعة وخضراء اللون وذو جمال شديد ولها طلة شديدة الأنوثة. فكان زوجها السري يقيم معها في عمارة سكنية مكتوبة باسمها، وكان لها بواب شخصي لها، وكان كل نظام الرفاهية متهيئة لها، وكانت تتمنى أي امرأة أن تعيش في نفس المستوى، وكان لها دخل يبدأ من 500 إلى 1000 جنيه مصروف يدها لتشتري ما يحلو لها. كانت دعاء تحب زميل لها في الدراسة، وكان أهلها لا يوافقون عليه لفقره الشديد وأنه لم يكن في نفس مستوى المعيشة التي تعيشه، ولكن انقطعت عنه بسبب رفض أهلها له، وتقدم لها العرسان من ذوي الثراء الفاحش. ثم سافر ذلك العشيق إلى السعودية ليترك دعاء على آمال البقاء بدون زواج حتى يرجع من السفر ويتزوج بها، لكن دعاء تزوجت بعد ضغط الأهالي لها، وكان العريس السري مهندس الذي كان يتمنى لها الرضا والحب، وكانت عائشة معه كملكة وأنجبت طفلة عمرها 5 سنوات وولد له شهر، ولكن يشاء القدر أن تخرج لشراء بعض الأشياء لتقابل سيد حب العمر، ومن هنا يتجدد الحب مرة أخرى داخل دعاء، فبدأت الحديث معه وتبادلت الكلمات ثم المقابلات ثم العلاقة المحرمة معا، وسيد يحب لها حبا شديدا ولم يكن يريد الاستغناء عنها، وبدأ التردد على منزل زوجها في عدم وجوده، فكانت دعاء شديدة الجمال والذكاء في آن واحد. وفي يوم أخبرت دعاء عشيقها سيد أن التردد عليها الدائم سوف يشير الشكوك حولها، وكان لابد من حل، وهو الحل المناسب لها، وهو أن تخبر زوجها المهندس أن إحدى صديقاتها أخبرتها أنها تريد أن يقوم زوجها بعمل وظيفة لأخوها عنده، لكن المهندس أخبرها أنه لا يريد الآن أحد من الموظفين، لكن دعاء أصرت عليه حتى لا تحزن صديقتها التي كانت تأمل في توظيف أخوها. ومن هنا بدأ الإلحاح الشديد والضحك على الزوج المهندس ليقبل بذلك العشيق، ومن هنا استطاع دعاء إقناع الزوج وفرحت جدا، وطلبت دعاء من العشيق الحضور لرؤية المهندس، وبدأ فعلا سيد في تنفيذ الخطة، وهي أن يحبه الزوج جدا ويؤمن له، وفعلا أصبح يد المهندس اليمنى التي لا يستغنى عنه ووثق فيه جدا لدرجة أدخله منزله، وكان محل ثقة في كل شيء، فكان يريد طلبات للمنزل يذهب سيد أو الورق المطلوب يحضره سيد الذي كان تربطه علاقة وثيقة بالمهندس، لأنه كان أمين جدا مع المهندس بسبب خطة الدعاء المرسومة. وتردد أيضا العشيق على زوجة المهندس بحجة الأمان له من جهة زوجها، ولكن دعاء لم يعجبها أيضا الوضع، فأرادت التخلص نهائيا من زوجها حتى تنفرد بالعشيق لوحدها بدون زوجها، فعزمت هي والعشيق على التخلص من زوجها الطيب بأن تقوم بقتله، فأرادت أن تكون معه خطة. في أحد الأيام بعد تناولها العشاء مع زوجها أحضرت له العصير المفضل له ووضعت له المنوم فيه، وجاء العشيق ففتحت له الباب فقامت بقتل زوجها داخل الحمام في وجود أطفالها وهم نائمون، وفتحت الباب أيضا وألقوا بجثة الزوج أسفل العمارة عند مدخل البواب، وقامت بمسح معالم الجريمة كلها حتى لا ينفضح السر. وجاء البواب في اليوم التالي ليتفاجأ بجثة المهندس، فيقوم على الفور بإبلاغ الشرطة في الحال التي قامت بعمل التحريات، وقامت بسؤال دعاء التي أخبرت الشرطة بأن زوجها دائم من النوم خارج المنزل لطبيعة عمله، والشرطة بدأت في التحريات حول أصدقاء المهندس، وبدأ السؤال هل المهندس قتل بسبب الطمع في أمواله من أحد أصدقائه أو في شيء آخر. وأخذت التحريات فترة طويلة، ولكن عناية الله فوق كل شيء. ففي يوم بدأ الضابط في سؤال ابنة المهندس الطفلة بنظام الدردشة هل تعرف أصدقاء والدها، فأخبرته أن شخص دائما التردد عليهم اسمه سيد.
وهو دائم الحضور في وقت غياب والدها، وكان دائم اللعب معها هي وأخوها، وكانت أمها تجلس معه دائما وتتركهم لوحدهم. ومن هنا بدأ الضابط في الشك في سيد، ولكن سيد أنكره، وبسؤال دعاء أخبرت الضابط أن سيد دائم الحضور بسبب شغلها مع زوجها، وأنه دائما التردد عليها لتغديد ما هو مطلوب منه. وبدأ الضابط في الحيرة، وأخذ القضية وقت طويل في عدم معرفة سبب الوفاة. أما في يوم بدأ الضابط في عمل خطة بعد شكه في دعاء وعشقاه بشكل كبير، فقام بإحضار سيد وأخبره بأن دعاء اعترفت عليه بأنه هو المسؤول عن قتل المهندس زوجها، وأنها لا دخل لها بالجريمة. وبدأ بتضييق الخناق عليه ليعترف بالجريمة كاملة، وتم القبض على دعاء جميلة الجميلات هي وعشيقها ليحاكموا بتهمة القتل العمد، وصدر عليهم حكم الإعدام. وهنا لا ننسى كلام عشماوي عنها وعن جمالها، وأنه ذهل من شدة جمالها بعد طلبوا لها بقلع خمارها لتنفيذ حكم الإعدام عليها. وسألها هناك هل أنت قمت بقتل زوجك؟ فضحكت وتم تنفيذ حكم الإعدام عليها، فكان جمالها نقمة عليها، وتركت طفلين يتيمين بسبب العشق المجنون لشخص، وترك زوجها الحنون الذي تتمناها أي امرأة، ويقال أن طفليها عاشوا مع جدهم وجدتهم، لكن الطفل توفي في حادث سقوط من المنزل، والطفلة ورثت جمال أمها، ويا رب ما تورث قساوة قلب أمها. ومن هنا انتهت قصتنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.